السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما شفتوا معايا في العنوان، اليوم جبت لكم اخر صيحات الموضه بالنسبه للملابس محجبات، ملابس ديال العيد سنه 2023 وكذلك موضه صيف 2023. فكنتمنى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا ولا هذه الموديلات اللي اقترحت عليكم اليوم. فكيف ما كتشوفوا معايا كاين هذا لونسومبل، كيف ما كتعرفوا بانهم طوندونس هذا الموسم بالنسبه لفصل الصيف، فيهم لوينات كيف ما كتشوفوا طوندونس. كاين كذلك هاد الموديلات هادو كيجيو على شكل فراشه، فيهم ثلاثه ديال الالوان، فيهم هاد الاحمر والابيض وفيهم البيج كذلك، وفيهم هاد الماغون مغلوق مع الاسود اللي لابسه العريضه، كيجيو مزيونين في اللبسه كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. كاين كذلك هاد النوعيه ديال لي شوميز اللي كيجي اللي كتجي في صاله ديالو معصريه، كيف ما كتلاحظوا معايا كاين هاد الابيض وبلو مارين، السراول كيجيو واسعين والشوميز كذلك كيجيو واسعين مستورين وعمليين لفصل الصيف. وبالنسبه للابيض مع بلو مارين كيجيو مواتين مع بعضيتهم. كاين كذلك هاد الفساتين فيهم الالوان اللي كتشوفوا معايا، كاين الصراحه لوينات مزيونين اللي دارجين على الموضه. وبالنسبه لهذا الموديل فستان اللي كيجي هيدا واسع بالاحزام في الاخضر ملكي، سقط مع هنا الاحذيه في الابيض. وبالنسبه للشال كيف ما كتشوفوا فيه الاخضر ملكي كذلك والابيض. وكذلك كاين هاد الشوميز هذه اللي كتجي هيدا بالفصاله عصريه، كتجي طويله على شكل فراشه كيف ما كتشوفوا معايا، مسقطه هنا مع السروال في الابيض. وكاين هاد التنسيقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا البنات، بالنسبه للفوقاني كيجي هيدا مفتوح، الكمام كيجيو مفتوحين في الغوز وكيجيو عمليين يعني مستورين. يمكن لكم انكم تلبسوهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، نسقط مع هنايا الشال في البيج. وكاين كذلك هاد العبايات هادو ديال العيد، فيهم هاد الكراميل والازرق كيف ما كتشوفوا معايا، وفيهم هاد البيج. كاين فساتين كذلك كيجيو بالحزام للمحجبات، فيهم لوينات كيف ما كتشاهدوا معايا لوينات صيفيين. وكاين هاد الشوميز هادو البنات كيجيو طوالين، يمكن لكم انكم تنسقوهم مع السراول كيف ما يمكن لكم انكم تنسقوهم مع التنوره في اللون الابيض كيف ما كتشاهدوا معايا، فكيجيو عمليين. كاين هاد التنسيقات هادو كذلك بالنسبه للتنوره فيها لوينات، والفوقاني كيجي في الاورانج كذلك لون واحد. بالنسبه لهاد التنسيقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا حتى هي في الاورانج، كاين الاخضر، ويمكن لكم انكم كذلك تنسقوهم مع السراول اللي كيجيو واسعين. كاين هاد الموديلات ديال الشوميز كذلك اللي كيجيو طوالين، فيهم هاد الاصفر وفيهم كذلك هاد غوص فوشيا، كيجي مزيون في اللبسه، كيجي راقي، شي حاجه مزيونه ومستوره في نفس الوقت. هنايا نسقتهم كاملين مع السروال في اللون الابيض، فيهم كذلك هاد الاخضر ملكي، كيجيو بالظفات حتى لتحت كيف ما كتشوفوا معايا، والكمام كيجيو مجموعين، وفيهم كذلك هاد الماغو مغلق. بالنسبه لهاد الموديل كذلك فيه حتى هاد الموف، كاملين نسقتهم مع السروال في اللون الابيض. كاين كذلك هاد التنسيقات هادو بالنسبه للفساتين لفصل الصيف كذلك ديال العيد، كيجيو رائعين البنات، شي حاجه انيقه كيف ما كتشوفوا معايا. كاين هاد الجيل اللي كيجي طويل كيف ما كتشوفوا معايا ديال الجين في الازرق، نسقته هنايا مع الابيض. كاين كذلك هاد التنسيقه هادي، السروال في اللون الابيض والشوميز كتجي الابيض والاسود، والفولار عملته هنايا في الاسود، كيف ما يمكن لكم انكم تنسقوهم مع السروال في اللون الاسود بحال هاد الشكل هذا اللي كتشوفوا في الفيديو. كاين كذلك هاد الموديلات ديال الفساتين، هيدا كيجي واسعين وعمليين في صاله ديالهم في صاله عصريه، فيهم لوينات كيف ما كتشوفوا هاد الغوز. وكاين كذلك هاد العبايه هادي في غري مع الاسود، بالنسبه لتحت ثاني كيجي بالحزام وكيجيو رائعين في اللبسه. كاين هاد الفستان هذا اللي كيجي واسع كيف ما كتشوفوا معايا،
وكاين كذلك هاد الشوميز هادو اللي كيجيو طوالين وكيجيو بالحزام كيف ما كتشاهدوا معايا. يمكن لكم انكم تنسقوهم هنايا مع الصراول اللي كيجيو واسعين. كاين كذلك هاد الفستان هذا اللي فيه الاسود مع الموف، كيجي الصراحه مزيون في اللبسه، كيجي كلاس بالنسبه لتناسق الالوان. سقت معاه هنايا فولار في البيج والاحذيه الصاك في الموف. كاين هاد لونسومبل كذلك في الازرق ملكي، التنوره والفوقاني ديالها كيجيو على هاد الشكل هذا. بالنسبه للفوقاني كيجي بزضيفات. كاين كذلك هاد العبايه هادي للمناسبات في اللون الاسود، كتجي بلا حزام، كتجي منبته على جوج جهات ديال الصدر كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. وكاين كذلك هاد الفساتين هادو ديال العيد، كيجيو رائعين بالنسبه لتناسق الالوان الفولار مع الاحذيه. كاين هاد الوينات اللي كتشوفوا معايا، صراحه الوينات مزيونين. كاين هاد الابيض في هاد وريدات هادو كيف ما كتشوفوا. وكاين كذلك هاد الموديل هذا، حتى هو مختلف على اللي شفنا قبل، حتى ديالهم كاملين تويبات صيفيين. وكاين هاد الازرق كيجي بالحزام، هذا كيجي كلوش، كيجي واسع وزضيفات نص طوق. كاين كذلك هاد الموديل هذا، حتى هو كيجي واسع وعملي يعني فصل الصيف، فيه هاد اللون وفيه كذلك حتى بلو مارين. هادو الصراحه فيهم الالوان اللي صيفيين. كاين كذلك هاد الموديلات هادو ديال الفساتين، الاصفر كيف ما كتشوفوا مع الموف والازرق. كاين هاد اللون كذلك كيجي رائع في اللبسه كيف ما كتشاهدوا معايا، موديلات جديده بالنسبه للفساتين كيجيو رائعين في اللبسه. كاين هاد الابيض نسقته ليا مع الشالف الرمادي، كاين الاخضر، كاين الاصفر بناني، كاين الاسود، وكاين كذلك الازرق ملكي. بالنسبه لهذا الموديل هذا كيف ما كتشاهدوا، هذا كيجي بالحزام. كاين هاد العبايه هذه كتجي منبته على الطول ديالكم، كتجي شي حاجه انيقه، شي حاجه راقيه في اللبسه. وهنا يا حبيباتي غنكون وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وكيف ما عودتكم دائما الجديد فيما يخص موديلات تركيا ولا موديلات للمحجبات سواء كانت تركيا او لا غير تركيا. فبالنسبه للناس اللي كيبغيو يتوصلوا بالجديد، ما عليكم غير تنضموا للقناه، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد اللي كنزل لكم في القناه. مع السلامه.